نارين بيوتي تعلن عن مفاجأتها وخطيبة غيت مروان في موقف محرج، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية مع نارين بيوتي اللي أعلنت اليوم عن المفاجأة اللي كانت عم تحضر لها، ونارين فاجأت مدير أعمالها وقامت بالاحتفال بعيد ميلاده. اليوم عيد ميلاد بيتر، فحبينا نفاجئه بهي الكيكة. طبعا بيتر حدا كتير بيحب الفرايز، فجبنا له كيكة على شكل فرايز. ليكو شو كيوت. اوكي، فرايحين هلا انا وبيبي لحتى نشتري البوالين، وبيتر طبعا ما عنده اي فكره نحن شو عم نعمل عيد ميلاده. صح، انت ما خبرتي بيتر اصلا؟ ما حدا عيده بيتر، ما حدا عيده يعني مبارك. اما خطيبه غيت مروان سارة الورا ظهرت اليوم في الجيم، وتلقت سارة انتقادات كثيره على اطلالتها من الجمهور انه هي لابسه فيزون، وهي التعليقات تلقتها مؤخرا اليوتيوبر نور وروزا. نمر الى لنا محمد اللي شاركت امبارح على خاصيه ستوري صورها على الخيل، والجمهور اتوقع انه هاي الحركه من لنا مقصوده لا تفرجي انه قمرتها اي قلدتها، والبعض اتوقع انه هاي الحركه منها جد عفويه وبتذكر متابعيها بصورها على الخيل. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟